السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا على reactions of alkyl halides. هنتكلم فيها عن SN1 reaction, SN2 reaction, عن the factors affecting the rates of SN1 and SN2 reaction. أول حاجة SN1 reaction, الرياكشن بتاعنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن tertiary alkyl halide, tertiary butyl chloride, في جود sodium hydroxide ومية وأسيتون. هيحصل ايه؟ هيديني التيرشر بيوتانول والكلورايد انايون. اللي حصل تفاعل التيرشر بيوتال كلورايد ده بنسميه السبستريت. الاو اتش دي بنقول عليها النيوكليوفايل. طالما ان النيوكليوفايل هيتفاعل مع السبستريت بتاعي اذا هسميه نيوكليوفيليك. طيب هيحصل سبستيتيوشن للكلورايد بالاو اتش اذا هسميه سبستيتيوشن. طيب يتبقى لي يبقى انا كده عرفت معنى اس سبستيتيوشن ان نيوكليوفيليك. طب 1 دي عباره عن ايه؟ بنقول ان الريت بتاع الرياكشن بتاعي depends on the concentration of substrate only. بيعتمد على الكونسنتريشن بتاع السبستريت اونلي اللي هو التيرشري بيوتيل كلورايد. في الحاله دي هنسميه المولكيولاريتي بتاعت الرياكشن اللي هي النمبر اوف سبيشيز انفولفد ان ذا رياكشن، عدد المتفاعلات اللي داخله في الرياكشن او اللي هي انفولفد في الرياكشن بتاعي او اللي بتتاثر بالرياكشن بتاعي هي الايه؟ هي التيرشري بيوتيل كلورايد بس. فعشان كده هسميه يوني موليكولار نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، يبقى اسمه يوني موليكولار نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. الريت طبعا هيساوي ثابت اللي هو الكي في الكونسنتريشن بتاع السبستريت بتاعي. خلاص؟ ونوع الرياكشن عباره عن فيرست اوردر رياكشن، طالما هنا الاس واحد اذا اقول عليه يوني موليكولار، اذا اقول عليه فيرست اوردر رياكشن. طيب لو جبنا مثلا مثال طريقه التفاعل بتاعنا عباره عن ايه؟ بيقول لو انا عندي دي مثلا فلاسك اهي مفتوحه من تحت مثلا هنا بس الماوث دوت نارو ماوث يعني ضيق خالص. طب هنا لو انا بدات اوسع هنا خليتها وايد، طب هنا خليتها وايد، الفاكتور اللي هياثر او العامل الاساسي في التاثير هو مين؟ هو هنا الفتحه دي. طالما دي نارو بخلاص اللي جاي بعدها كله ملوش علاقه حتى لو كان هو اوسع منها، لان هي دي اللي هتكون هي الريميتنج، هي الليميتنج ستيب او هي الريت ليميتنج ستيب، هي الخطوه الاساسيه او المؤثره في النزول الساند من هنا. يبقى طالما ان الخطوه دي هي اللي هتاثر يبقى اذا هي اللي هتحدد الريت بتاع التفاعل بتاعي توتالي. طيب تعالوا نشوف المثال ده على الايه؟ على المركب اللي قدامنا ده او على التفاعل اللي قدامنا ده. بنقول لو انا عندي الرياكتنت هيتفاعل يديني الانترميديت الاول، هي دي الخطوه الاولى، ولكن عندي الخطوه الاولى دي هتبقى سلو ستيب وهنسميها ستيب 1 ريت ليميتنج ستيب او ريت ديتيرمينينج ستيب. هيديني الانترميديت الاول. طب الانترميديت الاول اللي هو دوت الانترميديت الاول هيبقى عندي الماوث بقت وايد، خلاص وايد مفيش مشكله، هتبقى ايه؟ فاست بقى، مش هتتاثر، كل اللي هينزل هينزل على طول بسرعه، هتبقى فاست. يبقى الخطوه الثانيه دي هتبقى فاست واديني الانترميديت 2. طيب انترميديت 2 بعد كده هيديني في الستيب 3 يتحول الى البرودكت، والخطوه دي يا جماعه برضه هتبقى ايه؟ هتبقى فاست. يبقى دي سلو، دي فاست، ودي ايه؟ فاست. في النهايه يديني مين؟ يديني ايه؟ البرودكت. طيب ده باختصار شديد اللي هيحصل بالظبط مع الاس ان 1 رياكشن، هيبقى على 3 ستيبس. الخطوه الاولى هتكون هي سلو ستيب وهي الريت ليميتنج ستيب او الريت ديتيرمينينج ستيب. طيب نيجي بعد كده نشوف الميكانيزم بتاعنا ماشي ازاي. اول حاجه ادي التيرشر بيوت الكلورايد في وجود الميه دي بنسميها سولفوليسيس. يعني سولفوليسيس يعني بتفاعل مع السولفنت، يعني السولفنت بيشتغل كنيوكليوفايل وبيشتغل كسولفنت، وده زي مثلا الالكهول وزي الايه الميه في المثال اللي قدامنا دوت. تعالوا نشوف الميكانيزم بتاعنا ماشي ازاي. احنا قلنا هيمشي على 3 ستيبس. الخطوه الاولى هي سلو ستيب او ريت ليميتنج ستيب او ريت ديتيرمينينج ستيب. بيحصل فيها ايه يا جماعه؟ بيحصل ايونايزيشن للكلورايد اتوم وتديني الكلورايد اناين از ا ليفنج جروب، از ا ليفنج جروب. طيب ويديني هنا الكربون هتبقى كاربوكاتاين. الكاربوكاتاين ده شكله ايه؟ بيكون بلانر، بيكون بلانر. طيب والاوربيتال الاوربت بتاع الكربون اتوم او الفيكنت اوربيتال بيكون عمودي على البلين، بيكون عمودي على ايه؟ على البلين. يبقى ده الخطوه الاولى هي ايونايزيشن للتيرشري بيوتيل كلورايد علشان يديني الكربوكاتاين بتاعي. طيب الكربوكاتاين اللي عندي زي ما قلنا هو عباره عن ايه؟ بلانر، وبيكون الفيكنت اوربيتال بتاعي بيكون عمودي على البلين بتاعي.
طيب افهم ايه من الخطوه دي؟ افهم من الخطوه دي ان اي سبستريت هيديني ستيبل كاربوكاتاين يبقى اذا هو مرشح ان هو يتفاعل بالاس ان 1 رياكشن زي التيرشري بيوتيل كلورايد زي النيوبنتايل كلورايد اند سو اون. طيب هو هيديني ستيبل كاربوكاتاين، طيب معنى كده ايه تاني برضه؟ معناها ان انا لو عندي تيرشري كاربوكاتاين هيبقى مور ستيبل عن السكندري، مور ستيبل عن البرايمري، مور ستيبل عن الميثل. يعني اقدر اقول ان انواع الالكان هالايد اللي ممكن تتفاعل بالاس ان 1 رياكشن التيرشري هتتفاعل اسرع من السكندري، اسرع من البرايمري، من الميثل ايه؟ من الميثل هالايد. طيب تعالوا نشوف الخطوه الاولى دي على الرياكشن كوردينيت او الانرجي دايجرام، الفري انرجي دايجرام. هنلاقي ادي السبستريت بتاعي مع الميه سولفولسس، الخطوه الاولى هيحصل ايونيزيشن ويديني ترانزيشن ستيت لحد ما يديني هنا الايه؟ يديني هنا التيرشري كاربوكاتاين. طيب نبص كده على الفري انرجي اوف اكتيفيشن ونحط في ذهننا الفري انرجي اوف اكتيفيشن قد ايه؟ خليها بس دلوقتي وبعدين هنحتاجها بعد شويه. يبقى دي الفري انرجي اوف اكتيفيشن عشان تحول لي السبستريت الى التيرشري كاربوكاتاين، خلاص؟ ودي هنسميها دلتا جي دبل داجر 1، هنسميها دلتا جي دبل داجر 1. طيب تعالوا نشوف الخطوه رقم 2، ايه اللي بيحصل بقى؟ هيبدا ان النيوكلوفايل يعمل اتاك على الكاربوكاتاين بتاعي، قلنا ان الفيكنت اوربيتال عمودي على البلين، فاذا النيوكلوفايل عنده احتمال يا اما يجي من فوق يا اما من تحت. لو هو يمين او شمال يبقى عندي البوث سايدز، البوث ايه؟ سايدز. فهنا الكربون بتاعت النيوكلوفايل اللي هو الميه يعمل اتاك على الكربوكاتاين اللي موجود معايا، والخطوه دي يا جماعه هتكون فاست، ونحصل على الايه؟ نحصل على الانترميديت الثاني. يبقى ادي الكربوكاتاين هيتفاعل مع الميه يديني ترانزيشن ستيت لحد ما احصل على الانترميديت رقم 2، وادي دلتا جي دبل داجر 2. الملاحظ ايه؟ ان دلتا جي دبل داجر 2 اصغر من الدلتا جي دبل داجر 1 اللي هي بتاعت الخطوه الايه؟ الاولى. طيب تعالوا كده نشوف الخطوه الثالثه، الخطوه الثالثه شكلها ايه؟ شكلها ازاي؟ بنقول هنا ايه؟ ادي يجي جزيء الميه الثاني يعمل ابستراكت للبروتون من دوت عشان يعمل لي نيوتراليزيشن للميه ويرجع لي اللون بير اللي عليها، يرجع لي اللون بير عليها ويعوض البوزيتيف تشارج اللي موجود، ونحصل على التيرشري بيوتانول وده الفاينل برودكت بتاعي. طيب يعني ادي الخطوه الثالثه اللي هي هايلايتد دي، ادي الانترميديت الثاني هيديني هيتفاعل مع جزيء ميه ثاني ويديني البرودكت الايه؟ الاخير اللي هو التيرشري بيوتانول. بس دلتا جي دبل داجر 3 تفوق مقارنه بها بدلتا جي دبل داجر 2 مقارنه بدلتا جي دبل داجر 1، يبقى هلاقي 3 اصغر من 1 اصغر من ايه؟ اصغر من 2 اصغر من ايه؟ اصغر من 1. افهم من كده ايه برضو؟ افهم من كده ان الخطوه الاولى الدلتا جي دبل داجر بتاعها او الفري انرجي اوف اكتيفيشن بتاعها كبيره، يبقى الريت بطيء، يبقى الخطوه دي سلو ستيب هتاخد وقت ايه؟ اطول. طيب هنا الدلتا جي دبل داجر صغيره، يبقى اذا هيكون الريت سريع، يعني معنى الكلام ان في تناسب عكسي ما بين الفري انرجي اوف اكتيفيشن وما بين الايه؟ ما بين الريت اوف رياكشن. كل ما تكون الفري انرجي اوف اكتيفيشن كبيره كل ما يكون الريت اوف رياكشن بطيء، يعني تناسب ايه؟ تناسب عكسي. طيب مين هتكون اسرع خطوه هنا اللي هي اللي فيها الدلتا جي دبل داجر 3؟ هتكون اسرع من دلتا جي دبل داجر 2، اسرع من دلتا جي دبل داجر 1، يعني ستيب 3 فاستر ذان ستيب 2 فاستر ذان ستيب 1. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه ل الميكانيزم في حالة الـ SN1 reaction. نخلينا فاكرين ان الـ SN1 reaction من خلال الرياكشنز بتاعته بيطلع فيه من خلال الميكانيزم بتاعه بيتكون ايه؟ بيتكون كاربوكاتاين. يبقى لازم احط في ذهني ان كل ما يكون الكاربوكاتاين بتاعي مور ستيبل اذا الرياكشن هيكون فيفورد بالـ SN1 reaction، يكون فيفورد بالـ SN1 ايه؟ reaction. طيب قلنا ايه كمان؟ قلنا ان الفيكنت اوربيتال بتاع الكاربوكاتاين بتاعي بيكون بيربنديكولار على البلين. لو افترضنا ان ده البلين هيكون الفيكنت بي اوربيتال عمودي عليهم، يبقى اذا النيوكلوفايل يقدر يعمل اتاك من الرايت سايد او من الباك سايد، او لو افترضنا ان ده الفرونت سايد يبقى اتاك من الفرونت سايد واتاك من الباك سايد 50 50، لان الاثنين زي بعضيهم بالظبط. طيب لو عمل اتاك من الفرونت سايد زي مثلا من الرايت سايد يبقى اذا هيجي من هنا هتبقى هنا الميه النيوكلوفايل، لو عمل اتاك من الباك سايد يبقى اذا هيكون عندي هنا النيوكلوفايل. الاثنين دول يا جماعه مختلفين عن بعضهم، يبقى التو برودكتس دول يبقى التو برودكتس دول اتاك من الرايت سايد ومن الباك سايد هيكونوا مختلفين عن بعض،
ده امتى يكونوا مختلفين عن بعض؟ لو عند الكربون اتوم دي عليها 4 ديفرنت جروبس، انما في المثال اللي قدامنا هيكونوا سيم برودكت. ليه؟ لان الكربون دي عليها مثل مثل مثل، والكربون دي عليها مثل مثل مثل، فكلهم اكزاكت زي بعضهم. الاورينتيشن بتاعهم في السبيس مش هيفرق لان المجموعات كلها ايدنتيكال، فبالتالي مش هيبقى كايرال كربون، وطالما ان هي مش كايرال كربون يبقى المركبين سيم برودكت. طيب امتى يبقوا مختلفين؟ هقول دلوقتي في المثال اللي جاي بعد كده. نيجي نشوف هنا الكربون دي، هنا كانت الكربون دي عليها 3 ايدنتيكال جروبس، قلنا عليها كايرال كربون او الكربون بتاعتي ما هياش كايرال. معنى كده ان معنى كده ايه؟ معنى كده ان لو الكربون دي مثلا عليها 4 ديفرنت جروبس، البي ار ميثايل ايثايل بروبايل، هنا 4 ديفرنت جروبس، لا هنا الاورينتيشن او الارنجمنت بتاعت الجروبس بتوعي مختلفين، مختلفين عن بعضيهم. البي ار في اتجاه، الايثيل في اتجاه، البروبايل في اتجاه، الميثايل في اتجاه. طيب في الحاله دي لما اجي اسمي المركب ده اقول 3 برومو 3 مثل هيكسين وخلاص، 3 برومو 3 مثل هيكسين، هتروح ترسمه انت في اي اتجاه، ترسم المثل جروب في اي مكان، ترسم البي ار في اي مكان، لا احنا عايزين بقى نعمل ايه؟ حاجه تبقى فيكسد، حاجه ثابته. لما اجي اقول لك لو تفتكر زمان زي السيس والترانس والاي والزي، لما نيجي نتكلم عن الالكين ونقول له سيس ترانس الكين مثلا، خلاص طالما قلنا سيس يبقى الاورينتيشن بتاع الفانكشن جروبس في اتجاه محدد، في اتجاه واحد، فانت مش هترسم غيره. انما هنا دلوقتي علشان ارسم 3 برومو 3 مثل هيكسين بس كده واسكت، يبقى 3 برومو 3 مثل هيكسين، لا يبقى انا كده هيبقى عندي فيه مشكله. طب البي ار شكلها ايه؟ طب الايثل فين؟ طب المثل فين؟ فلازم احدد، فهقول حاجه اسمها اس وار. اس وار دي هتبين الاورينتيشن بتاع الفانكشن جروبس في السبيس. طيب يعني ايه يا جماعه؟ تعالوا نشوف مثلا ادي البي ار، انا هعمل اورينت، ارجع على البي ار، اتقل اتوم عندي اتقل من الكربون، الكربون 6 والبي ار عندي هتكون اتقل منه، فهقول البي ار بحسب الاتوميك نمبر، يبقى البي ار هنديها A، والبروبايل هتكون اكبر فهديها B، وبعدين الايثايل هديها C، وبعدين الميثايل هديها D. طيب الجروب دي في الباك سايد مالكش علاقة ليها خالص، طالما ان الجروب دي في الباك سايد مالكش علاقة بيها خالص، انا اللي يهمني انا عايز ان A، لو افترضنا ان دي الكربون اتوم، دي A ودي الجروب B ودي C، A وB وC كلهم في اتجاه ايه؟ اهو كده، يعني ادي A B C مثلا ورا بعض كده في اتجاه ايه واحد، وادي D، خلاص طالما ان دي في الباك سايد، طالما ان دي في الباك سايد انا مش شايفها خلاص، ماليش علاقه عندي. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هعمل اورينتيشن من الاي للبي للسي، هتجه من الاي للبي للسي، انا عايز اعرف ايه؟ اهو من الاي للبي للسي، الاتجاه ده يا جماعه عكس عقارب الساعه، اذا هقول عليه ايه؟ هقول عليه اس، اذا هقول عليه اس. طيب تعالوا بقى نرجع لكلامنا تاني ونقول الرياكشن بتاعنا، خلاص هنمسح الكلام ده، يبقى ده خلاص عرفنا ان هو ايه؟ اس. طيب الميه دلوقتي لما تيجي تعمل اتاك على اول حاجه هيحصل ايونيزيشن، هيديني التشري كاربوكاتاين ستيبل، تيجي الميه تعمل اتاك من الفرونت سايد او من الباك سايد، وتديني كام برودكت؟ 2 برودكت. هنشيل البي ار دي ونحط مكانها واحده ادي الاو اتش، او نيجي من الباك سايد نحط الايه؟ الاو اتش من الباك ايه؟ من الباك سايد. طيب يا ترى مين فيهم ار ومين فيهم اس؟ تعالى شوف كده، هنا الاو اتش دي هنديها A، ودي البروبل هنديها B، والاسل هنديها C، والمثل هنديها D، وهي في الباك سايد مش مهم. يبقى الف من الA للB للC، ده مين؟ ده S، ده زي الاولاني بالظبط. اه زي الاول بالظبط، ليه؟ لان البي ار وهي اتقل مجموعه كانت في الرايت، وهنا برضو الاو وهي الاكسجين اتوم عليها، الاكسجين اتوم 8، الاكسجين 8 والكربون 12 والكربون 6، يبقى الاكسجين اتقل، يبقى اتقل مجموعه وهي الاو اتش في ناحيه اليمين، وهنا البي ار اتقل مجموعه هي ناحيه اليمين، اذا الاثنين دول ما عندهمش اي تغيير، اذا الاثنين زي بعض. يبقى باختصار شديد كده لما تيجي تطلع، لما تشيل الجروب بتاعتك الليفنج جروب وتحط مكانها النيكلوفايل، مش هيتغير حاجه في الايه؟ مش هتغير حاجه في الكونفيجريشن، علشان خاطر لما تيجي في الامتحان تبقى الموضوع بالنسبه لك سهل، بمجرد ما تشوف ان دي اس يبقى اللي شبهها اس والثانيه تبقى ار، تكتبها كتابه كده من غير ما تقعد تحسب، يبقى تاخدها كده بسرعه ان اللي هيبقى نفس الاورينتيشن بتاع الستارت ماتيريال هيكون اس زيه، او لو هو كان ار يبقى ار، يبقى هي نفس الاورينتيشن بتاعه او نفس الكونفيجريشن بتاعه. طيب نيجي هنا مثلا، نيجي هنا مثلا هنقول اتقل جروب برضو وهي الايه؟ هي الاكسجين الاو اتش،
طيب وبعدين البروبايل بي، وبعدين الايثايل سي، وبعدين الميثايل دي. الف من A الى B الى C، طلع A في اتجاه عقارب الساعة، يبقى اقول عليه ايه؟ R. يبقى ده S وده ايه؟ وده R. طبعا انا بادئ بS. نيجي بقى مثلا لو عايز احل بسرعة اعملها ازاي؟ انا بادئ بS، يبقى اللي نفس الاورينتيشن بنفس الفانكشن جروب في نفس الاتجاه بتاعه، بنفس الفانكشن جروب بنفس الاتجاه بتاعه، هي هتكون ايه؟ S، والتاني هيكون R، لان الاتنين عكس بعض، لان الاثنين عكس بعض. يبقى ده الرياكشن، رياكشنز ذات انفولف، ذات انفولف راسمايزيشن. الاثنين دول مع بعض بقى يا جماعه بيتكونوا بنسبه كام؟ 1 الى ايه؟ 1 الى 1. يعني الاس الى ار بنسبه 1 الى 1، يعني الاثنين ايكويفالنت، يعني الاثنين عكس بعض. طيب بنقول لو هو اس لوحده بنقول عليه اوبتيكالي اكتف، لو هو ار لوحده بنقول عليه اوبتيكالي اكتف. طيب لو كان الاس والار بنسبه 1 الى 1 بنسميها رسمك ميكشر، رسمك ميكشر، وبنقول عليها اوبتيكالي ان اكتف. اوبتيكالي ايه؟ ان اكتف. والكلام ده هناخده ان شاء الله بالتفصيل في الستيريو كيمستري. يبقى ده الستيريو كيمستري بتاع الاس ان 1 رياكشن، ان هو بيطلع لي تو برودكتس. لو انا بادئ باس هحصل على ار واس، لو بادئ بار برضه هحصل على ار وايه؟ على ار واس، رسمك ميكشر. طيب وهنا ده مثال اهوت، لو انا هعمل رياكشن للتيرشر بيوتيل بروميد، تيرشر بيوتيل بروميد مع الميه هيديني الكحول، مع الميثانول هيديني ايثر، مع الالك مع الميه يديني الكحول، مع الميثانول هيديني ايه؟ ايثر. طيب نقدر نكمل بقى التفاعلين دول. اللي هيحصل هنا عندي تيرشر الكايل هالايد ايودايد، هنشيل الايودايد ونحط مكانها او اتش، وده ناتج، والناتج الثاني نطلع الميثيل مكانها ونحط او اتش هنا. هنا برضو نفس الكلام، تيرشر الكايل بروميد هنشيل البي ار ونحط مكانها الاو اتش، والمناتج الثاني الميثيل جروب هتبقى اب ونحط هنا الايه؟ الاو اتش، عشان يطلع لي تو برودكتس، اثنين عكس بعضيهم. خلاص؟ طيب ده بالاس ان 1 ايه؟ اس ان 1 رياكشن. يبقى قبل ما ندخل على الاس ان 2 رياكشن هنقول ان الاس ان 1 رياكشن محتاج ايه؟ محتاج ان انا يكون عندي ستيبل كاربوكاتاين، يعني يفضل ان يكون عندي تيرشري كاربوكاتاين افضل من السكندري كاربوكاتاين، افضل من البرايمري كاربوكاتاين، افضل من الميثايل كاتاين. يعني باختصار السبستريت ان التيرشري الكايل هالايد افضل من السكندري الكايل هالايد، افضل من البرايمري الكايل هالايد، افضل من الميثايل هالايد. طيب الاس ان 2 رياكشن بقى ده شكله ايه؟ ده محتاج ايه؟ تعالوا نشوف كيميكال رياكشن بسيطه اهوت للاس ان 2 رياكشن. هجيب الميثيل كلورايد، اختلف كتير بقى. ايه الفرق بين التيرشري الكايل هالايد اللي استخدمناه في الاس ان 1 والميثيل كلورايد؟ الستيريك هندرانس، البالكنس. هناك التيرشري الكايل هالايد مور بالكي جروب، مور بالكي ايه؟ جروب. انما هنا ايه؟ مفيش ستيريك هندرانس، مفيش بالكنس، وده مطلوب جدا وهقوله ليه دلوقتي. طيب هفعله مع ايه؟ محتاج سترونج نيوكليوفايل، محتاج سترونج، هنا ضروري سترونج نيوكليوفايل. هناك في الاس ان 1 احنا حطينا ميه، حطينا ميثانول، حطينا سولفنت اللي هو سميناها سولفوليسيس، فمش محتاجين سترونج نيوكليوفايل. ويك نيوكليوفايل اوكي، ويك بيز اوكي، اما في حاله الاس ان 2 لازم سترونج نيوكليوفايل، ضروري سترونج نيوكليوفايل، لان لو مش سترونج نيوكليوفايل الرياكشن مش هيشتغل معايا. طيب واعمل هيتنج عن 6 ديجري، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل سبستيتيوشن للكلورايد بالاو اتش، عشان كده هسميه نيوكلوفيليك، والسبستيتيوشن للكلورايد اذا هسميه سبستيتيوشن، وهتطلع الكلورايد از ليفنج جروب، از ليفنج ايه؟ جروب. ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان في حاله الاس ان 1 رياكشن طلع لي ليفنج جروب، في حاله الاس ان 2 رياكشن طلع لي برضه ليفنج جروب. اذا وجود الليفنج جروب كجود ليفنج جروب مطلوبه ان بوث اس ان 1 واس ان 2، يبقى مطلوب ان يكون عندي جود ليفنج ايه؟ جروب، ده برضو ضروري. طيب تعالوا نشوف، احنا دلوقتي عرفنا الاس اختصارها سبستيتيوشن، الان اختصارها نيوكلوفيليك، طب 2 اختصارها ايه؟ تعالوا نشوف الريت بتاع الرياكشن، الريت بتاع الرياكشن. هم عملوا ايه؟ عملوا 4 اكسبيرمنتس، عملوا 4 اكسبيرمنتس. اول خطوه، اول تفاعل، جابوا الكونسنتريشن بتاع السبستريت اللي هو الميثيل كلورايد وخلوه 1 من 1000، وثبتوا الكونسنتريشن بتاع البيز اللي هو الاو اتش خلوه 1، خلاص. فلقوا ان الريت بتاع الرياكشن 4.9 من 10، وكان الكونستانت اللي هو موجود معانا تحت. طيب جم زودنا الكونسنتريشن بتاع الالكايل هالايد وخلينا برضو الكونسنتريشن بتاع النيوكليوفايل ثابت، فقام زاد عندي مين؟ قام زاد عندي الريت بقى 9.8 من 10. طب عكسنا، زودنا الكونسنتريشن بتاع النيوكليوفايل وثبتنا الكونسنتريشن بتاع السبستريت، لقينا برضو نفس الريت. يعني انا لو زودت الكونسنتريشن بتاع النيوكليوفايل وثبت السبستريت، هو لو زودت الكونسنتريشن بتاع السبستريت وزودت النيوكليوفايل،
او زودت الكونسنتريشن بتاع السبستريت وثبت النيوكليوفايل، او زودت الكونسنتريشن بتاع النيوكليوفايل وثبت السبستريت. يعني باختصار تزود واحد وتثبت الثاني، يكون هو هو نفس الريت، هيكون هو هو نفس الريت. طب لو جينا بقى زودنا الاثنين، زودنا الكونسنتريشن بتاع النيوكليوفايل وزودنا الكونسنتريشن بتاع السبستريت، هيحصل ايه؟ هنلاقي الريت زاد جدا. الله، معنى كده ده يا جماعه، معنى كده ان الريت بيتناسب طرديا دايركتلي بروبورشنال تو ميثيل كلورايد وهو السبستريت، خلاص كده، والنيوكليوفايل. يبقى اذا الريت هنا هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على الاثنين، على البوث النيوكليوفايل والسبستريت. يعني كده هقول ايه؟ باي مولكيولار. يبقى النمبر اوف سبيشيز انفولفد ان ذا رياكشنز ار 2. عندي 2 سبيشيز، الاثنين هيدخلوا مع بعض في التفاعل ات ذا سيم تايم سيمولتينيسلي. الاثنين مع ايه؟ الاثنين مع بعضيهم. عشان كده هسمي الرياكشن بتاعي باي مولكيولار رياكشن، وده اختصار اختصارها 2. ده اختصار ايه؟ اختصار 2. يبقى اذا 2 اختصارها ايه؟ باي مولكيولار نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. طيب ايه تاني؟ حاجه اسمها الاوردر بتاع الرياكشن. احنا طبعا كنا قلنا في هنا الاس 1 وهنا الاس ده 1، فنقول 1 1 اللي هو في الضرب بنجمع الاسس زي ما بيقولوا في الماس، فالضرب بنجمع الاسس، يبقى 1 بلس 1 يبقى 2. يبقى اذا الاوردر بتاع الرياكشن عباره عن ايه؟ عباره عن سكند اوردر رياكشن، عباره عن سكند اوردر رياكشن. يبقى نراجع بقى الكلام اللي احنا قلناه تاني، قلنا عباره عن باي مولكيولر نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، الريت بيتناسب طرديا دايركتلي بروبورشنال تو بوث نيوكليوفايل كونسنتريشن اند سبستريت كونسنتريشن. طيب ايه الاوردر بتاع الرياكشن اللي احنا لسه قايلينها من شويه دلوقتي؟ ان الريت دايركتلي بروبورشنال تو كونسنتريشن اوف نيوكليوفايل اند سبستريت، الاثنين مع بعضيهم. اذا الاوردر بتاعي 1 1، يبقى سكند اوردر ايه؟ اوفر اول رياكشن، سكند اوردر اوفر اول رياكشن. طيب مثلا لو جيت في يوم من الايام لك لقيت الريت بيساوي في اي معادله او اي مكان تاني، يعني لقيت الريت بيساوي كي في الكونسنتريشن بتاع سبستريت بس اس 2، وهنا الكونسنتريشن بتاع سبستريت تاني او رياكتنت تاني او ريجنت تاني كان 1، يبقى هنا 1 و2 يبقى 3، يبقى نقول ان الرياكشن بتاعي ثيرد اوردر رياكشن. ثيرد اوردر ايه؟ رياكشن. يعني باختصار ان الاوردر بتاع الرياكشن هيساوي A بلس B، A بلس A B. طيب يبقى احنا كده عرفنا الاوردر بتاع الرياكشن بتاعنا الاس ان 2 رياكشن عباره عن سكند اوردر رياكشن، وعرفنا ان هو باي مولكيولر رياكشن لان تو سبيشيز انفولفد ان ذا ايه؟ ان ذا رياكشن. طيب وقلنا المولكولاريتي بتاع الرياكشن هي عباره عن ايه؟ النمبر اوف سبيشيز انفولفد ان ذا ايه؟ ان ذا رياكشن ستيب، ان ذا رياكشن ستيب. وقلنا اختصار اس ان 2 يعني ايه؟ باي مولكولار نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. تعالوا ناخد الميكانيزم بتاعنا ونشوف الستيريوكيمستري بتاعه الاس ان 2 رياكشن ماشيه ازاي. اول حاجه لو انا فعلت الصوديوم هيدروكسيد مع الميثيل كلورايد هيديني ميثانول، صوديوم هيدروكسيد مع ميثيل كلورايد هيديني الايه؟ هيديني الميثانول. طيب نيجي نلاحظ بقى تاني يا جماعه هنا طريقه التفاعل ازاي. كان بس هفكركم بسرعه كده بالاس ان 1 رياكشن، اول حاجه السبستريت حصل له ايونيزيشن واداني تيرشري كاربوكاتاين، وبعدين النيوكليوفايل عمل اتاك في الخطوه اللي بعد كده. هنا لا، هنا النيوكليوفايل هيعمل اتاك على طول من الفيرست ستيب. هيعمل اتاك ازاي بقى؟ انا عندي هنا الهالوجين اهوت سي سي ال بوند، هيجي منين؟ من الباك سايد. هيجي منين؟ من الباك سايد، من الباك سايد في الاوبوزيت دايركشن للهالوجين. سي ان الهالوجين كده، يقوم هو جاي له منين؟ من الباك سايد في الاوبوزيت دايركشن لمين؟ للهالوجين. طيب ويديني ترانزيشن ستيت. ترانزيشن ستيت دي عباره عن ايه؟ البوند اللي هتتكون ما بين الاكسجين والكربون ارسمها منقطه داشد لاين او بوند او دوتد لاين، والبوند اللي هتتكسر ما بين الكربون والهالوجين هرسمها دوتد ايه؟ دوتد لاين. طيب ووضع الاتش والاتش والاتش، الثلاثه اتشز دول هيكونوا ايه؟ كلار، يعني من ناحيه دي الكلور ومن الباك سايد فيه الايه؟ فيه الاتش، ودي بنسميها ترانزيشن ستيت. طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا دلوقتي؟ ملخص الخطوه دي ان الاتش هتعمل اتاك من الباك سايد في الاوبوزيت دايركشن للهالوجين ويديني ترانزيشن ستيت، وبوند فورمد وبوند بريكد في نفس الايه؟ ها ات ذا سيم تايم. بوند هتتكون، بوند هتتكسر في نفس الوقت ات ذا سيم تايم، بنسميه كونسيرتد رياكشن او بنسميها ايه؟ او بنسميها سيمولتينيوس رياكشن او سيمولتينيوس ايه؟ رياكشن. طيب بعد ما اتكونت الترانزيشن ستيت تبدا الكلور ليف. عشان كده احنا قلنا مطلوب في الاس ان 1 ومطلوب في الاس ان 2 ان يكون عندي الليفنج جروب تبقى جود ليفنج جروب.
طب وايه كمان بقى مهم جدا؟ لاحظ كده معايا الاورينتيشن بتوع الهيدروجينز دول او الجروبس اللي هتبقى موجوده هنا هتبقى شكلها ازاي؟ لاحظ كده من البدايه كانوا شكلهم ازاي وفي النهايه بقى شكلهم ازاي؟ الاتش والاتش والاتش دول عاملين زي الامبريلا كده، صح؟ عاملين زي الايه؟ عاملين زي الامبريلا بالشكل ده كده. طيب كان شكلهم ناحيه الايه؟ ناحيه اللفت، مش كده؟ كان شكلهم ناحيه الايه؟ اللفت زي ما احنا شايفين. طب ايه اللي حصل لهم؟ الامبريلا بتاعت الهيدروجينز دي بقت شكلها عامل ازاي؟ بقت ناحيه الرايت كده؟ راحت ناحيه اليمين. الله، يعني حصل انفرجن. يعني ايه؟ يعني انعكس. يعني ايه انفرجن؟ يعني اتعكس الاورينتيشن بتاعهم، بدل ما هم كانوا لفت بقوا ايه؟ بقوا رايت. الله، طب ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان انا لو بادئ بحاجه هحصل على الحاجه المعاكسه ليها، هحصل على الحاجه المعاكسه ليها. لو انا بادئ بار هحصل على اس، لو بادئ باس هحصل على ار، وان برودكت. خلاص كده؟ لو بادئ باس احصل على ار، لو بادئ بار احصل على اس. طيب ده كلام مهم جدا. لو بادئ بسس احصل على ترانس، لو بادئ بترانس احصل على سس. ده خلاف مين؟ خلاف الاس ان 1 رياكشن. الاس ان 1 رياكشن بيحصل فيه، بيحصل ان النيوكليوفايل بيعمل اتاك على الكربوكاتاين فروم توب سايد او باتم سايد، فروم فرونت سايد اند باك سايد. الاثنين بيطلع بنسبه 1:1 بيطلع راسمت ميكشر. لو بادئ بار في الاس ان 1، لو بادئ بار احصل على ار بلس اس 1 تو 1 راسمت ميكشر اوبتيكال ان اكتف. طيب لو بادئ باس برضه احصل على ار بلس اس راسمك ايه ميكشر. انما في الاس ان 2 لا، لو بادئ بار احصل على اس، لو بادئ باس احصل على ار، لانه بيحصل امبريلا انفرجن. يبقى ممكن نلخص دلوقتي الرياكشن او الميكانيزم، نقول ايه؟ نقول ان النيوكليوفايل هيعمل اتاك من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن للكلور يديني الترانزيشن ستيت، وبعد كده يحصل ايه؟ الكلور ليف اتنين امبريلا انفرت. امبريلا ايه؟ انفرت، بدل ما هي كانت لفت هتبقى ايه؟ رايت. طيب الكلام ده في المثال اللي قدامنا لانه مثل وكلهم هيدروجين، فمش الاورينتيشن بتاعهم في السبيس مش هيبقى فيه مشكله، هم كلهم زي بعض وكلهم ايدنتيكال ما عندهمش مشاكل. طيب امتى تبقى فيه مشكله؟ لو كانت الاتش، الاتش دي غير الاتش دي غير الاتش دي. يعني ايه؟ لو الجروب دي غير الجروب دي غير الجروب دي. الله، يعني لو كانت كايرال كاربن، يعني لو كان عليها فور ديفرنت جروبس، يبقى في الحاله دي هقول الاورينتيشن بتاعهم هيبقى مختلف. لو الاورينتيشن بتاعهم هيبقى ايه؟ مختلف. طيب احنا ممكن هنا نبين بس بشكل بسيط، نبين بشكل بسيط. احنا قلنا النيوكليوفايل بيعمل اتاك من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن للايه؟ للهالوجين اتوم. طيب انا ممكن اقولها باسلوب مختلف او بطريقه ثانيه. ازاي يعني يا جماعه؟ ادي النيوكليوفايل عنده، ادي الاتوميك اوربيتال بتاعه او النيوكليوار اوربيتال بتاعه، الجزء اللي فيه اللون بير دول بسميه ايه؟ هايست اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال، ده الهايست اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال. طب وده الفارق ده او الجزء ده في لوست ان اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال. نفس الكلام الكربون اتوم، ده المولكيولار اوربيتال بتاعها، ده اللوست ان اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال، وده الهايست اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال اللي هو اصلا السيجما بوند مع الليفنج جروب، اللي هو اصلا السيجما بوند مع الليفنج جروب. طيب يعني ايه يا جماعه؟ انت بتقول ان النيوكليوفايل هيعمل اتاك من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن للليفنج جروب. طب ادي الليفنج جروب خلاص، طب ادي الباك سايد بتاعها، ادي الباك سايد بتاعها للايه؟ للليفنج جروب. فاذا النيوكليوفايل يعمل اتاك من الباك سايد اللي هو مين؟ اللي هو اللوست ان اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال اللي احنا بنسميه ده البوندنج اوربيتال بتاع الكربون اتوم، وده الانتي بوندنج اوربيتال بتاع الكربون اتوم. طيب ممكن اقول بقى تاني، ممكن اقولها باسلوب مختلف. ممكن اقول ان النيوكليوفايل بيعمل اتاك من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن للليفنج جروب، وده كلام عام وبسيط. طب عايز اخش ان ديتيل بالتفصيل بقى واقول ايه؟ اقول ان النيوكليوفايل ها بيعمل اتاك على اللوست ان اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال، بيعمل اتاك على اللوست ان اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال في الكربون ايه اتوم، او ان النيوكليوفايل الهايست اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال، هايست اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال في النيوكليوفايل اللي هو هومو، بيعمل اتاك على الانتي بوندنج اوربيتال في الكربون اتوم، بيعمل اتاك على اللوست ان اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال في الايه؟ في الكربون اتوم. تقدر تقولها باي اسلوب، ده او ده او ده. يبقى اذا النيوكليوفايل بيعمل اتاك على اللوست ان اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال اللي هو لومو او الانتي بوندنج اوربيتال. طيب بعد كده خلاص قلنا ريمبر كل المعلومات دي قلناها، نيجي ناخد بعض الاكزامبلز على
على التفاعل بتاع الاس ان 2 رياكشن. نيجي نشوف هنا، هنا ده عباره عن سكندري كاهلايت، هنا الاو اتش هتعمل اتاك من الباك سايد في الاوبس دايركشن للكلور زي ما احنا ماشيين اهو، تديني الترانزيشن ستيت. رقم 2 الليفنج جروب تخرج، اوكي. رقم 3 ان ايه، ان الاتش بتاعتي يحصل لها انفرجن، بدل ما هي كانت داون تبقى اب، يعني خليها العكس، هي رايت خليها ليفت، هي ليفت خليها رايت، هي داون خليها اب، هي اب خليها ايه، خليها داون، هي فرونت خليها باك، هي باك خليها فرونت. يبقى انت تعكس على طول، احنا بنقول انفرجن، بيحصل ايه انفرجن. طب نشوف شكلها ازاي، خرجت الكلور كويس. طب والاتش كانت داون بقت ايه، بقت اب. الاتش اهيت كانت داون بقت ايه، بقت اب. طيب الاو اتش جت من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن للكلور، نعم الكلور كانت اب فالاو اتش جت داون، الاو اتش جت داون من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن. طب يعني ايه برضو، يعني انا كنت بادئ بسيس لان الاتش دي والاتش دي في اتجاه واحد، قلت سيس. طب الناتج ايه، الاتش دي والاتش دي بقى كروس لبعضهم ترانس، يبقى انا كنت بادئ بسيس حصلت على ايه، على ترانس، حصلت على ايه ترانس، وده معناها معنى كلمه انفرجن للكونفيجريشن في حاله الاس ان 2، وده انفرجن للكونفيجريشن في حاله الاس ان 2. تعالوا نشوف المثال الثاني. لو عندي هنا مثلا مركب زي كده، ادي الكربون اتوم سي اتش 3 سي 6 اتش 13 وادي الايه، وادي البي ار. هنا الكربون اتوم ده يا جماعه سراوندد باي فور ديفرنت جروبس، حواليها اربع مجموعات مختلفه، حواليها ايه، اربع مجموعات مختلفه. طيب اول حاجه هنا ده عباره عن سكندري كاهلايد في وجود صوديوم هيدروكسيد، يبقى عباره عن اس ان 2 رياكشن. طيب يعني ايه، يعني الاو اتش هتعمل اتاك من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن لمين، للبي ار، ويديني الترانزيشن ستيت اللي احنا شايفينها، البوند اللي هتتكون ما بين الاو والكربون منقطه، البوند اللي هتتكسر ما بين الكربون والبي ار ايه، منقط. طيب داش لاين، طيب دي ترانزيشن ستيت. بعد كده تخرج البي ار ويحصل امبريلا انفرجن، بدل ما هم كلهم ناحيه الليفت كلهم يروحوا ناحيه الايه، الرايت. طب السؤال هنا دلوقتي، اللي انا بادئ بادئ ايه، ار ولا اس؟ تعالوا نشوف مين اتقل مجموعه هنا، اتقل مجموعه هنا البي ار، يبقى هنديها اي. طب مين اتقل السي 6 اتش 13 ولا مثل السي 6 اتش 13، نديها بي، والمثل سي، والاتش دي، وكلام طالما ان الدي هي في الباك سايد خلاص، يبقى انا مش محتاج لها في اي شيء. الف بقى من الاي للبي للسي، من الاي للبي للسي كده في اتجاه عقارب الساعه يبقى ايه، ار، في اتجاه عقارب الساعه يبقى ار على طول. وانت مغمض طالما حددت من الاول ار، يبقى الناتج ايه، اس، من غير ما تفكر على طول مباشره. طب نحسبها، هنا هتبقى الاو هي برضو اتقل، لان الاكسجين بنحسب على يا جماعه على حسب الاتوميك نمبر، الاو هي 8 والكربون 6، يبقى ايه، الاو تاخد ايه، وبعدين سي 6 اتش 13 تاخد بي، وبعدين المثل تاخد سي، والاتش تاخد دي، دي اخف واحده كده كده، هي افضل فين، هي كده كده في الباك سايد مش مشكله. امشي بقى من الاي للبي للسي، عكس اس، يبقى عكس عقارب الساعه تو بس، يبقى انت بدات سيادتك بار، حصلت على ايه، حصلت على اس، وده هو الايه، الانفرجن بتاع الكونفيجريشن بتاعي، وده الانفرجن بتاع الكونفيجريشن بتاعي. هنا طبعا لو بصينا على الفري انرجي دايجرام هلاقي ده البرودكت، التفاعل بتاعي عباره عن اكزوثيرميك رياكشن، هبدا بالسبستريت والستارت ماتيريال بتوعي، هيبقى فيه فري انرجي اوف اكتيفيشن، هيديني الترانزيشن ستيت، احصل على الايه، احصل على البرودكت. يعني باختصار شديد في حاله الاس ان 2 والاس ان 1 رياكشن كان عندنا كام ترانزيشن ستيت، عندنا هنشوف دي هنا 1 ترانزيشن ستيت. طب كان في حاله الاس ان 1 رياكشن كانوا كام ترانزيشن ستيت؟ تعالوا نشوف كده في الاس ان 1 رياكشن كانوا كام ترانزيشن ستيت. بص كده معايا، ها 1 2 3، يبقى كان في 3 ترانزيشن ستيتس، 1 2 3 ترانزيشن ستيتس. اما في حاله الاس ان 2 كانت 1 ترانزيشن ستيت، عشان لو جه وقال لي الجراف ده او الفري انرجي دايجرام ده يعبر عن الاس ان 1 ولا يعبر عن الاس ان 2 رياكشن، تبقى سيادتك عارف ان هو يعبر عن الاس ان 2 رياكشن لو كان 1 ترانزيشن ستيت. خلاص؟ طيب مثال اهوت بقى، هنا عندي البي ار، عندي البي ار في الباك سايد والاتش في الفرونت سايد، خلاص، وهفعله مع الصوديوم هيدروكسيد، ده عباره عن سكندري كالهالايد. نوع الرياكشن ايه؟ اس ان 2 رياكشن. يعني ايه بقى اس ان 2 رياكشن؟ يعني الاو اتش هتيجي من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن لمين؟ للبي ار. طب افهم من كده ايه؟ ان البي ار كانت في الفرونت، الاو اتش لما تجي لها من الباك سايد هتبقى، سوري، ان البي ار كانت في الباك، البي ار كانت في الباك، لما الاو اتش تجي لها من الباك، تجي لها من الباك سايد ليها،
اللي هو يعتبر ايه؟ الفرونت. يبقى احنا هنحط الاو اتش فين؟ نحط الاو اتش على الفرونت، نحط الاو اتش على الفرونت. طيب ايه كمان؟ الاتش كانت فرونت تبقى باك. خلاص؟ يبقى دي لازم ناخد بالنا منها. طب يعني ايه؟ يعني انا هرسمه بسهوله، هو نفسه المركب بتاعي، نفس المركب بالظبط، نفس كل حاجه، بس اشيل البي ار واحط مكانها الايه؟ الاتش، واشيل الاتش واحط مكانها الاو اتش عشان تبقى الدنيا معكوسه. طيب كنت بادئ بايه؟ كنت بادئ بي ار، كنت بادئ بي ار وحصلت على ايه؟ حصلت على اس، حصلت على اس. هنا نفس الايه؟ نفس الكلام. البي ار فرونت يبقى الاو اتش تجي لها منين؟ من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن. يعني البي ار فرونت يبقى انا هرسم الاو اتش ايه؟ باك. طب الاتش كانت فرونت عشان نعمل الاتش، الاتش كانت باك، الاتش كانت باك يبقى نخليها ايه؟ نخليها فرونت. طب انت كنت بادئ ايه سيادتك؟ كنت بادئ باس، حصلت على ار. تعالى مثلا نعمل المثال اللي تحت ده. هنا البي ار كانت هنقول ايه؟ هنقول عليها ايه؟ المجموعه دي كلها هنقول عليها ايه؟ بي. والميثل جروب هنقول عليها سي. خلاص كده؟ يبقى ايه؟ بي سي عكس عقارب الساعه اهوت، يبقى اس. طبعا بلوجيك كده من غير ما تفكر ده هيكون ايه؟ هيكون ار، لان الاثنين دول عكس ايه؟ عكس بعضيهم. طيب بنحسبها ازاي يا جماعه؟ هنقول ادي او، ادي الاو اتش هنقولها ايه، والمجموعه دي كلها هنقول عليها بي، ودي هنقول عليها سي، والاتش هنقول عليها دي. بس المعلومه لازم ناخد بالنا منها بقى، ملاحظه هنقول ايه؟ الدي هي جايه دلوقتي فين؟ جايه في الفرونت مش في الباك. يبقى انا هشتغل عادي خالص 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 خالص، اعمل ايه؟ امشي من الايه للبي للسي، صح؟ انت كده تيقلك ان هو ايه؟ تيقلك ان هو اس عكس عقارب الساعه، ولكن عشان خاطر الدي موجوده في الفرونت يبقى اللي ناتج هعكسه، يبقى ايه؟ ده هيكون ايه؟ ار، بدل ما هو كان اس هيبقى ايه؟ هيبقى ار. ده بعمله امتى؟ بعمله فقط لو كانت الدي موجوده في الفرونت سايد، لو كانت الدي موجوده فين؟ في الفرونت سايد، اللي طالع اعكسه. لو طلع معايا اس اخليه ار، تمام؟ لو ان الايه؟ طالما ان الدي في الفرونت سايد. طب هنا الدي اصلا اللي هي الاتش موجوده في الباك سايد، خلاص ما فيش مشكله، اول لفه معاك على طول خلص الموضوع. تمام كده؟ ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للار والاس وعكس الكونفجريشن. يبقى خلاص ارسم وبعد ارسم وبعد ما ارسم اروح عاكس الايه؟ عاكس الكونفجريشن. طيب تعالوا نشوف مثلا رياكشن اوف الايل كلورايد مع الايه؟ مع السلفر اتوم او السلفر انايون. هنا هيعمل ده نيوكلوفايل، يعمل اتاك من الباك سايد في الاوبس دايركشن للكلور، ما فيش مشكله خالص. اس ان 2 رياكشن يحصل سبستيوشن للكلور بالايه؟ بالاس اتش، ما فيهاش اي مشكله، وتطلع الكلورايد از ليفنج جروب. طيب ده لو كان برايمري الايل كلورايد. طب لو كان سكندري، سكندري الايل كلورايد، يعني ادي الكربون دي عليها ار وعليها هنا ايه؟ برضو ار. ايه اللي هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها نيوكلوفيليك اديشن عليها. يعني ايه؟ يعني الاس اتش هتعمل اتاك على الدبل بوند، فتجيب هنا الدبل بوند، تخرج مين؟ تخرج الكلور از ا ليفنج جروب، تخرج الكلور از ا ليفنج جروب. خلاص؟ يبقى اذا الاس اتش، الاس اتش تعمل اتاك على الدبل بوند، تتفك تعمل هنا دبل، تخرج مين؟ تخرج الليفنج جروب، ونحصل على مين؟ ونحصل على الثيول برودكت. ولكن ده ما حصلش سبستيوشن في مكان الليفنج جروب، ما حصلش سبستيوشن في مكان الليفنج جروب، ما حصلش سبستيوشن في مكان الليفنج جروب، فعشان كده هسميه حصل سبستيوشن بطريقه ثانيه، فهسميه اس ان 2 بار، اس ان 2 ايه؟ بار. خلاص؟ طيب التمبريتشر رياكشن ريت الايكوليبريم كونستانت دي فاكتور بتاثر بيها الاس ان 2 رياكشن. ازاي يعني؟ بيقول انا لو رفعت درجه الحراره يا جماعه 10 ديجريز، لو رفعت درجة الحرارة 10 ديجريز بيزيد الرياكشن الدبل، بيزيد الرياكشن ريت الدبل. ليه؟ لأن طبعًا إحنا عارفين إن الرياكشن ريت depends on the concentration of both nucleophile and substrate in case of SN2. في حالة الـ SN2 reaction إن الرياكشن ريت بيعتمد على الكونسنتريشن بتاع النيوكليفاين والكونسنتريشن بتاع السبستريت. معنى كده إن أنا لو زودت الكونسنتريشن ده وده هيزيد الريت. طب لو رفعت بقى درجة الحرارة هيزيد الكوليجن ما بينهم، التصادمات ما بينهم، ولما تزيد النمبر اوف كوليجن ما بينهم، ها؟ لما تزيد النمبر اوف كوليجن ما بينهم with large energies، ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ تزيد الايه؟ يزيد الريت بتاع الرياكشن بتاعي. طيب وايه كمان؟ حاجة اسمها الفري انرجي اوف اكتيفيشن، الفري انرجي اوف ايه؟ اوف اكتيفيشن. لو انا لاحظت الاقي هنا الفري انرجي اوف اكتيفيشن، كل ما تكون الفري انرجي اوف اكتيفيشن قليلة، كل ما يكون الريت بتاعي
سريع لان العلاقه عكسيه. ادي الدلتا جي دبل داجر اللي هي الفري انرجي اوف اكتيفيشن بتتناسب عكسيا هاي لان دي اكسبوننشال يا جماعه، دي اكسبوننشال. يبقى الدلتا جي دبل داجر بتكون بتتناسب عكسيا مع مين؟ انفرسلي بروبورشنال مع مين؟ مع الايه الريت، مع الرياكشن ريت، بتتناسب عكسيا مع الرياكشن ريت. يعني ايه؟ يعني هي تزيد الفري انرجي اوف اكتيفيشن الريت يقل، والعكس صحيح. يعني lower free energy of activation faster reaction، lower free energy of activation هيكون faster reaction. طيب ايه كمان؟ حاجه اسمها الايكوليبريم كونستانت. الايكوليبريم كونستانت كل ما يكون لارج كل ما يكون الرياكشن رايح يعمل كومبليشن، يعني رايح الى اتجاه الانتهاء انه يخلص، يبقى رايح في اتجاه الكومبليشن. طبعا زي ما احنا عارفين ان هنا دول الستارت، هنا دي الترانزيشن ستيت، هنا دي البرودكت. الرياكشن بتاعي عباره عن اكزوثيرميك رياكشن، ودي الدلتا جي دبل داجر اللي هي الفري انرجي اوف ايه؟ اوف اكتيفيشن. خلاص؟ ومن هنا الى هنا دي اسمها الفري انرجي تشينج، دي اسمها الفري انرجي ايه؟ تشينج. عشان احسب اما اجي احسب الدلتا اتش، اما اجي احسب الدلتا اتش، لما اجي احسب الدلتا اتش احسب الدلتا اتش بتاعت البرودكت ماينس الدلتا اتش بتاعت الستارت عشان احصل على الايه؟ على الفري انرجي تشينج. انما دي اسمها الفري انرجي اوف اكتيفيشن، الجزء ده اسمه فري انرجي اوف اكتيفيشن. دول بعض الامثله اللي بتعمل عليهم الاس ان 2 رياكشن، زي مثلا تفاعل برايمري الكاي هلايد او سكندري الكاي هلايد مع صوديوم هيدروكسيد يديني الكحول، مع الكوكسيد يديني ايثر، مع ثايوكسيد يديني الثيول، مع الكايل ثايوكسيد هيديني الثايو ايثر، مع السيانايد هيديني النيترايل، مع الالكاين هيديني الكاين، مع الاسيتيت هيديني استر، مع التراي الكايلامين هيديني امونيوم سولت، كواترني الامونيوم هلايد، مع الازايد، مع الازايد هيديني الكايل ايه؟ الكايل ازايد. كل دي يا جماعه انواع من النيوكلوفيليك رياكشن. النيوكلوفايل هنا صوديوم هيدروكسيد سترونج نيوكلوفايل، صوديوم ايثوكسيد سترونج نيوكلوفايل، اس اتش سترونج نيوكلوفايل، ار اس نيجاتيف سترونج نيوكلوفايل، سيانايد عباره عن استرايد عباره عن برضه سترونج نيوكلوفايل، الالكاين برضه سترونج نيوكلوفايل، اسيتيد مش سترونج قوي ولكن هو ايه ويك نيوكلوفايل برضه ويك بيز. وهنا برضه نفس الكلام زيهم تراي سايلامين او تراي الكايلامين والايه والازايد. ماشي. طيب تعالوا بعد كده ايه الفاكتورز اللي ممكن تؤثر على الريت بتاع الاس ان 1 والاس ان 2؟ لوجيك كده. الاول احنا هنتكلم عن كذا حاجه. اول حاجه الاستراكشر بتاع السبستريت بتاعي، يا ترى السبستريت بتاعي برايمري ولا سكندري ولا تيرشيري كايرالايت. نتكلم عن الكونسنتريشن والرياكتيفيتي بتاع النيوكليفايد، يا ترى مين فيهم بيتاثر بالكونسنتريشن والرياكتيفيتي بتاع النيوكليفايد. يا ترى بعد كده الايفكت اوف سولفنت، السولفنت ده يا ترى هيعمل هيدروجين بوند هنسميه بولار بروتيك ولا مش هيعمل هيدروجين بوند مع النيوكليفايد هنسميه بولار ايبروتيك. طيب النيتشر اوف ليفنج جروب، يا ترى الليفنج جروب بتاعتي دي جود ليفنج جروب ولا باد ليفنج جروب. فتعالوا كده معا نشوف الايه الفاكتورز اللي ممكن تؤثر على الرياكشن بتاعي. طيب بنقول اول حاجه الاس ان 1 رياكشن، الاس ان 1 رياكشن رياكشن بروسيدد وذ فورميشن اوف تيرشري كاربوكاتاين، صح؟ او ستيبل كاربوكاتاين، صح؟ اذا هو يفضل ايه؟ يفضل ان يكون عندي تيرشري كاربوكاتاين مور ستيبل، يفضل ان يكون عندي تيرشري الكايل هالايد عن النيوبنتايل كلورايد، عن السكندري الكايل هالايد، عن البرايمري الكايل هالايد، عن الميثيل ايه كلورايد. طب ازاي يعني في الاس ان 1؟ ادي الاس ان 1، ادي التيرشري الكايل هالايد او التيرشري بيتايل كلورايد، ده نيوبنتايل كلورايد، ده ايه؟ ده عباره عن ايزوبروبايل كلورايد، ده ايه؟ ايثايل كلورايد، ده ميثايل كلورايد مثلا. يبقى اذا الاس ان 1 رياكشن يفضل مين؟ ده افضل واحد في حاله الاس ان 1 رياكشن. ليه؟ لان ده يا جماعه لما يحصل له ايونيزيشن هيديني ستيبل كاربوكاتاين، هيديني ستيبل ايه؟ كاربوكاتاين، ستيبل تيرشري كاربوكاتاين. طيب تعالوا نروح للاس ان 2 رياكشن، نروح للاس ان 2 رياكشن، شكله عامل ازاي؟ الاس ان 2 رياكشن محتاج ايه يا جماعه؟ محتاج ان النيوكلوفايل يعمل اتاك من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن ليفنج جروب. يعني ايه؟ يعني مش محتاج ستيريك هندرنس في الباك سايد. مش محتاج ستيريك هندرنس فين؟ في الباك سايد. الله، طب مين في دول ما عندوش ستريك هندرنس في الباك سايد؟ اللي هو الميثيل هالايد. يبقى مين افضل واحد في الاس ان 2 رياكشن؟ هو الميثيل هالايد. يليه مين؟ يليه الاثل، يليه الايزوبروبايل، يليه النيوبنتايل، يليه التيرشري بيتايل. طب ده ليه افضل واحد؟ عشان ما عندوش ستريك هندرنس في الباك سايد، فبالتالي النيوكلوفايل يقدر يعمل اتاك. يبقى كده الترتيب الايه؟ الترتيب العكس. طيب تعالوا نشوف الفاكتور الثاني اللي ممكن يؤثر، زي ايه مثلا يا جماعه؟ زائد طبعا هنا ده كويز تحلوه بقى.
هنا الفاكتور الثاني هو ايه؟ الكونسنتريشن والسترينث بتاع النيكلوفايل. مين فيهم محتاج، مين فيهم الريت بتاعه ديبند على الكونسنتريشن بتاع النيكلوفايل؟ الاس ان 2. يبقى الاس ان 2 ديبندز اون ذا كونسنتريشن اوف ذا نيكلوفايل. كل ما زود الكونسنتريشن بتاع النيكلوفايل يزيد الريت بتاع الرياكشن. ده في حاله مين؟ في حاله الاس ان 2. الله، يعني الاس ان 2 يا جماعه محتاج هاي كونسنتريشن اوف سترونج نيكلوفايل، يبقى الريت بتاعه سريع وكويس وزي الفل. طيب والاس ان 1، الاس ان 1 مش محتاج لانه ما بيعتمدش على الكونسنتريشن بتاع النيوكلوفاين، لان الريت بتاعه بيعتمد على الكونسنتريشن بتاع السبستريت بس، فيرست اوردر رياكشن، صح؟ طيب وبناء عليه لوور كونسنتريشن اوف ويك نيوكلوفايل اتس اوكي، مفيش مشكله، يبدا يشتغل الايه رياكشن. ولكن في حاله الاس ان 2 محتاجين هاي كونسنتريشن اوف سترونج نيوكلوفايل، هاي كونسنتريشن اوف سترونج نيوكلوفايل. طيب هنا فيها فاكتور تاني بيأثر اللي هو النيوكلوفيليسيتي بقى، النيوكلوفيليسيتي او النيوكلوفايل اللي موجود معايا، النيوكلوفايل اللي موجود معايا، يا ترى النيوكلوفايل اللي موجود معايا سترونج انف ان هو يعمل سبستيتيوشن ولا هو في مشكله او اي حاجه ممكن تؤثر عليه؟ في حاجات ممكن تؤثر عليه، زي ايه مثلا؟ النيوكلوفايل ده عباره عن الكترونيجاتيف اتوم عليها نيجاتيف تشارج او عليها لون بير. طيب معنى ايه الكلام ده يا جماعه؟ معناها ان لو النيجاتيف الاكسجين اتوم مثلا او النيتروجين اتوم مثلا او الفوسفورس اتوم مثلا او الهيترو اتوم او الالكترونيجاتيف اتوم دي، لو الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها عاليه هتمسك في اللون بير او هتمسك في النيجاتيف تشارج، مش هتبقى بالسهل ان هي تعمل اتاك وتشتغل كنيوكلوفايل. اذا الالكترونيجاتيفيتي هتضعف النيوكلوفيليسيتي، كل ما تزيد الالكترونيجاتيفيتي تقل النيوكلوفيليسيتي، او كل ما تقل الالكترونيجاتيفيتي تزيد الايه؟ تزيد النيوكلوفيليسيتي. يبقى اول حاجه هتاثر على النيوكلوفايل وهي الالكترو نيجاتيفيتي. طب تعالوا مثلا نشوف كده في الصفوف في الجدول الدوري في البريودك تيبل. لو بصيت هنا الميثان، هنا الكربون، هنا النيتروجين، هنا الاكسجين، هنا الفلورين. لو بصيت على الفلورايد اناين هلاقي الفلورايد اناين الالكترو نيجاتيفيتي بتزيد ازاي؟ الالكترو نيجاتيفيتي بتزيد في هذا الاتجاه ناحيه الفلور، صح؟ اذا مين اعلى واحد في الالكترو نيجاتيفيتي؟ هو الفلورايد. طيب طالما انه اعلى واحد في الالكترونيجاتيفيتي اذا هو اقل واحد في الايه؟ في النيوكلوفيليسيتي والبيزيزيتي كمان. اقل واحد في النيوكلوفيليسيتي والبيزيزيتي. طيب يعني ايه يا جماعه؟ يعني النيوكلوفيليسيتي والبيزيزيتي هتزيد في هذا الاتجاه ناحيه الايه؟ ناحيه الكربونات، ناحيه الكربون. يبقى الكربون اعلى من النيتروجين، اعلى من الاو، اعلى من الفلورايد في البيزيزيتي والنيوكلوفيليسيتي. طيب حلو قوي. نيجي مثلا في خلال في الاعمده بقى، نيجي على الايه؟ على الكولم، فلورايد، كلورايد، بروميد، ايدايد. يا ترى مين في دول اعلى كنيوكلوفايل؟ مين اقوى كنيوكلوفايل ومين اقوى كبيز؟ كبيز مفيش مشكله على حسب الالكترونيجاتيفيتي، هنا على حسب الفلورايد هيكون اعلى في البيزيزيتي من الكلورايد والبروميد والايودايد. كل ما اطلع لفوق كل ما هتزيد البيزيزيتي. طب النيوكلوفيليسيتي اقول لك لا يا معلم بقى، هنا استنى انتظر بقى قليلا، خلينا نشوف الايه؟ خلينا نشوف النيوكلوفيليسيتي هتعتمد على السولفنت اللي موجود في حاله الكولم لما يكون في الاعمده. النيوكلوفيليسيتي هتعتمد على الايه؟ على السولفنت اللي موجود فيه الرياكشن. يعني ايه؟ يعني لو الفلورايد او الكلورايد او البرومايد او الايودايد موجوده في سولفنت بيعمل معاهم هيدروجين بومب هنسميه بولار بروتيك سولفنت، يبقى مين فيهم هيكون اقوى كنيوكلوفايل؟ الايودايد، لان النيوكلوفيليسيتي هتزيد في هذا الاتجاه لتحت. طيب لو ما كانش فيه سولفنت يعمل هيدروجين بوند مع النيكرو مع البيز بتاعي او مع الفلورايد او الكلورايد او البرومايد او الايودايد، ما في السولفنت اللي موجود ما بيعملش معاهم هيدروجين بوند، فبنسميه ابروتيك سولفنت. ابروتيك سولفنت يبقى اذا النيوكلوفيليسيتي بارلل تو بيزيزيتي، كل ما تزيد البيزيزيتي لفوق تزيد النيوكلوفيليسيتي وياها، تزيد البيزيزيتي تزيد الايه؟ تزيد النيوكلوفيليسيتي. يبقى تعالوا نشوف بقى دلوقتي يعني ايه ابروتيك سولفنت، يعني ايه ابروتيك سولفنت. بروتيك سولفنت يعني سولفنت بيعمل لي هيدروجين بوند. ايه بروتيك سولفنت؟ يعني سولفنت ما بيعملش هيدروجين ايه؟ هيدروجين بوند. طب تعالوا نشوف اكزامبل زي ايه. البولار بروتيك سولفنت، كلمه بروتيك جايه من بروتون، جايه من ايه؟ من بروتون، يعني بيعمل هيدروجين بوند. يعني ايه؟ يعني زي الميه اتش او اتش، الالكترونيجاتيف اتوم اللي موجوده معايا وهي الاكسجين عليها بروتون، وبالتالي تقدر تعمل هيدروجين بوند مع النيوكلوفايل بتاعي. النيوكلوفايل بتاعي اللي هو الهالوجين، فلورايد، كلورايد، برومايد، ايودايد، النيوكلوفايل بتاعي هيبدا يعمل هيدروجين بوند مع مين؟ مع الايه؟ مع الميه او مع الاتش دي. طيب ملحوظه هامه جدا دلوقتي، انت لما تيجي تعمل هيدروجين بوند مع النيوكلوفايل عملت فيه ايه؟ قفشت فيه.
مسكت فيه، هو يقدر يعمل اتاك بسهوله؟ لا مش هيعمل، مش هيقدر يعمل اتاك بسهوله. طب انا عايز ارجع خطوه للخلف، مين كان محتاج سترونج نيوكليوفايل بهاي كونسنتريشن؟ الاس ان 2. طب انت دلوقتي سيادتك لما تيجي تعمل لي الرياكشن في بولر بروتيك سولفنت، يا ترى الاس ان 2 رياكشن هيمشي سريع ولا بطيء؟ هيمشي بطيء جدا. ايه؟ لان الهيدروجين لان السولفنت هيبدا يعمل لي هيدروجين بوند مع النيوكليوفايل، فيقوم ماسك فيه فيضعف النيوكليوفايل فيقلل الريت بتاع الرياكشن ايه؟ بتاعي. طيب اللي هو الاس ان 2 رياكشن يعني. طب نيجي للاس ان 1 رياكشن. الاس ان 1 اصلا في الريت بتاعه ما بيعتمدش على الكونسنتريشن بتاع النيوكليوفايل، فبناء عليه انت بقى اضعفته ما اضعفتوش، حطيت له سولفنت فيه هيدروجين يعمل هيدروجين بوند، عملت حطيت له سولفنت يعمل هيدروجين بوند، في الحاله دي انت هتبقى عملت ايه؟ اضعفت النيوكليوفايل. يعني اصلا مش متاثر معانا ان النيوكليوفايل يبقى قوي او لا، مش متاثر معانا ان النيوكليوفايل يبقى قوي، فبناء عليه الريت بتاع الاس ان 1 رياكشن هيزيد، الريت بتاع الاس ان 1 رياكشن هيايه؟ هيزيد، لانه اصلا ما بيتاثرش بالسترونج بتاع النيوكليوفايل، او ما بيتاثرش بالكونسنتريشن بتاع النيوكليوفايل. طيب يبقى كده خلاص هنقول في حاله الاس ان 1 رياكشن بيحب مين؟ بيحب البولر بروتيك سولفنت، عايز بولر بروتيك سولفنت. ليه؟ عشان يعمل هيدروجين بوند مع النيوكليوفايل فيضعفه فيزود الريت بتاع الرياكشن، فيزود الريت بتاع الرياكشن. طيب تعالوا نشوف لو حبينا نعمل كومباريزن ما بين النيوكليوفايلز في البولر بروتيك سولفنت. طبعا تخيل ان انا عندي ايودايد، عندي برومايد، عندي كلورايد، عندي فلورايد، كلهم موجودين في سولفنت مثلا وليكن الميه او الالكحول، هيعملوا هيدروجين بوند وياه. طب لما يعمل هيدروجين بوند الايودايد يا جماعه لارجر ان سايز، كبير، يبقى الهيدروجين بوند اللي هيعملها طويله. طب كل ما تزيد البوند لينث، البوند لينث ايه؟ البوند سترينث بتاعها هيقل، هتضعف، يبقى كسر البوند، كسر الهيدروجين بوند اسهل. تبقى كسر الهيدروجين بوند اسهل في حاله لما يكون الايودايد موجود عندي، وبناء عليه مين هيبقى سترونجر نيوكليوفايل؟ الايودايد، لانه سهل قوي انه يعمل شد للهيدروجين بوند اللي متكونت، وبالتالي يخرج كده كنيوكليوفايل ويعمل ايه؟ ويعمل اتاك. طب الكلام ده يحصل مع الفلورايد؟ لا، الفلورايد ده يا جماعه سمولر ان سايز، هيعمل سترونجر هيدروجين بوند، شورتر هيدروجين بوند، سترونجر هيدروجين بوند، ليس من السهل ان هو يعمل شد للهيدروجين بوند ويكسرها ويروح يعمل اتاك. فبناء عليه الايدايد مور نيوكليوفايل عن البرومور نيوكليوفيليك، عن البرومايد، عن الكلورايد، عن الفلورايد ان بولر بروتيك سولفنت. طيب وايه كمان؟ الار اس اتش اعلى كنيوكليوفايل من الار او اتش، الثيول افضل من الالكحول، الار اس افضل من الار او، الاس اتش افضل من الاو اتش، يعني باختصار الاس افضل من مين؟ افضل من الاو، ودي لسببين. السبب الاول ان السلفر برضه السايز بتاعها كبير، لما تيجي تعمل هيدروجين بوند البوند لينث بتاعها هيبقى طويل، فكسرها سهل فتقدر تعمل اتاك بسهوله. ادي واحد. اثنين، السلفر اتوم الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها اقل من الاكسجين، واحنا لسه قايلين من شويه ان لما تقل الالكترونيجاتيفيتي تزيد الايه؟ تزيد النيوكليوفيليسيتي، يبقى السلفر اتوم كنيوكليوفايل افضل من الايه؟ افضل من الاكسجين ايه؟ افضل من الاكسجين اتوم. طيب عايزين نرتب دول مين فيهم افضل كنيوكليوفايل. طبعا احنا خدنا زمان ان النيجاتيفلي تشارجد انايون مور نيوكليوفيليك عن الايه؟ عن النيوترال موليكيول. لو بصينا هنا كده يا جماعه هنلاقي ايه؟ هنا دي الار اس او الاس عليها نيجاتيف تشارج، هنا الاكسجين عليها نيجاتيف تشارج، هنا الاسيتيت عليها نيجاتيف تشارج، هنا ده نيوترال موليكيول اس اتش، هنا الاو اتش نيوترال موليكيول. طب كل النيجاتيفلي تشارجد دول، كل النيجاتيفلي تشارجد دول اقوى كنيوكليوفايل من النيوترال ايه؟ من النيوترال موليكيول. طيب هنا الاس افضل من الاو، يبقى ده افضل من ايه؟ من ده. نيجي بقى هنا، هنا اس نيجاتيفلي تشارجد، هنا او نيجاتيفلي تشارجد، هنا او نيجاتيفلي تشارجد، لا الاس افضل من مين؟ من الاو، الاس افضل من مين؟ من الاو. طيب يتبقى مين بقى؟ يتبقى الميثوكسايد والاسيتيد، مين افضل من مين؟ نقول ان النيجاتيف تشارج موجود على الميثوكسايد لوكالايزد على الاكسجين اتوم، لوكالايزد على الاكسجين اتوم. طيب الاسيتيد النيجاتيفلي تشارج دي رايحه في الريزونانس مع مجموعه الاسيتيد، تعالوا نرسم كده مجموعه الاسيتيد ونشوف كده النيجاتيف تشارج وهي رايحه جايه عليها. ادي السي اوف بوند او، وادي الاو اللي هي مجموعه الاسيتيد اللي هي ادي السي اتش 3 اللي هي الار يعني. خلاص ايه اللي هيحصل؟ النيجاتيف تشارج تنزل تعمل دبل بوند، تتفك البوند على الاكسجين اتوم. طب ده كلام كويس، يعني هنحصل على ايه؟ ار سي او عليها نيجاتيف تشارج وهنا السي اوف بوند او، يعني في هنا ايه؟ ريزونانس رايح جاي، رايحه جايه. يبقى اذا النيجاتيف تشارج ديسبيرسد مشتته على التو اوكسجين اتوم، لا هنا النيجاتيف تشارج لوكالايزد على مين؟ على الاوكسجين، يبقى ده سترونجر نيوكليوفايل عن ايه؟ عن ده. يبقى الاس افضل من الاو،
وده افضل من ده عشان النيجاتيف تشارج لوكالايزد على مين؟ على الاكسجين اتوم. طب هنا الثيول افضل من الالكهول ليه؟ عشان السلفر اتوم افضل كنيوكليفايل من الايه؟ من الاو. طيب هنا جايب لي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاس والسي ان والايودايد دول ويكر بيزس عن الصوديوم هيدروكسيد ولكنهم جود ايه؟ جود نيوكليفايل او سترونجر نيوكليفايل. ده البولر بروتيك سولفنت. طيب في حال البولر بروتيك سولفنت، بولر بروتيك سولفنت اللي هو ايه؟ السولفنت ايه بروتيك ايه اللي هو حرف النفي هنا عشان ما يخلي يعني السولفنت بتاعي ما فيهوش هيدروجين على الاكسجين اتوم، يعني ما تقدرش تعمل ايه؟ هيدروجين بوند، ما تقدرش تعمل هيدروجين بوند. بولر بروتيك سولفنت يعني مثلا نيجي نشوف هنا، نيجي نشوف هنا سي دبل بوند او، الاكسجين ما عليهاش بروتون فبالتالي مش هتعمل هيدروجين بوند. السلفوكسيد الاس او ما عليهاش هيدروجين فبالتالي مش هتعمل هيدروجين بوند. سي دبل بوند او وبالتالي مش هتعمل هيدروجين بوند، مش هتبقى دونر يعني، مش هتبقى ايه؟ دونر للهيدروجين بوند، مش هتبقى دونر للهيدروجين بوند، تبقى اكسبتور اي ما فيش مشكله ولكن مش هتبقى دونر. طيب هنا البي دبل بوند او برضه الاكسجين ما عليهاش هيدروجين فبالتالي مش هتعمل هيدروجين بوند مع الايه؟ مش هتبقى دونر للهيدروجين بوند. فبنقول عليه بولر ابروتيك ايه؟ ابروتيك سولفنت. هو كل الحكايه ان هو يعمل لي سولفيشن للايه؟ للكاتايونز، يعمل لي سولفيشن للكاتايونز. طب اخينا ده اسمه ايه؟ دايميثايل فورمامايد، يبقى اختصاره دي ام اف، دايميثايل فورمامايد. دايميثايل سلفوكسيد ديمسو. دايميثايل اسيتامايد يبقى دي ام اي. هنا ده اسمه ايه؟ هيكسا ميثيل فوسفورامايد. هيكسا ميثيل ادي 2 وادي 2 وادي 2 يبقى كده 6 ميثيل. هيكسا ميثيل فوسفور امايد ان 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 فوسفورامايد. هيكسا ميثيل فوسفورامايد اتش ام بي اي اتش ام بي اي. طيب ببساطه كده هنا دلوقتي السولفنت دوت ما بيعمليش هيدروجين بوند او ما هواش هيدروجين بوند دونر مع الايه؟ مع النيوكليفايل، مش هيعمل هيدروجين بوند. كويس، في حاله الاس ان 2 سيادتك محتاج سترونج نيوكليفايل، طب والسولفنت اللي موجود معايا ما بيعمليش هيدروجين بوند مع النيوكليفايل، يبقى ما بيضعفوش، يبقى ما بيأثرش عليه، يبقى هو ستيل سترونج زي ما هو. اذا في الحاله دي انا محتاج ايه؟ محتاج البولر ابروتيك سولفنت هيزود الريت بتاع الاس ان 2 رياكشن، بتاع الاس ان 2 ايه؟ رياكشن. خلاص كده، لان النيوكليفايل ستيل سترونج نيوكليفايل. يبقى في حاله انا محتاج ايه في حاله الاس ان 1 رياكشن؟ محتاج بولر بروتيك سولفنت. في حاله الاس ان 2 رياكشن محتاج بولر ابروتيك سولفنت، بولر ابروتيك سولفنت. خلاص كده، وده النيوكليفيلسيتي في حاله البولر، في حاله البولر ابروتيك سولفنت بتكون بارلل للبيزيسيتي في حاله الهالايدز. فاذا الفلورايد اعلى كنيوكليفايل واعلى كبيز برضو من الكلورايد والبروميد والايه والايودايد. في حاله البولر ابروتيك سولفنت بتكون البيزيسيتي بارلل للنيوكليفيلسيتي في حاله الهالوجينز في البريودك تيبل من تحت لفوق. خلاص، بقول لك بقى رتب دول وده الانسر بتاعهم وانت تشوف. طيب النيتشر اوف ليفنج جروب، الليفنج جروب يا جماعه دلوقتي مهمه جدا جدا جدا. طيب مطلوبه للاثنين، لو انا عندي جود ليفنج جروب يبقى الرياكشن ريد على الاس ان 1 سريع، الاس ان 2 سريع، لان كده في جميع الاحوال محتاج ان الليفنج جروب ايه؟ ليف تغادر. طيب ذا بيست ليفنج جروب الايودايد، افضل من البرومايد، افضل من الكلورايد، افضل من الايودايد. ليه؟ لان الايودايد يا جماعه ويكر بيزس، ويكر ايه؟ ويكر بيز، ويكر بيز. طيب في ليفنج جروب ثانيه برضه اللي هي التراي فلورو ميثايل سلفونيت، المجموعه دي اسمها ايه؟ تراي فلورو ميثايل سلفونيت او اسمها تريفليت او اسمها ايه؟ تريفليت، اختصارها تي اف، اختصارها ايه؟ تي اف. طيب ده ايه؟ الكايل سلفونيت، الكايل سلفونيت. طب ده اسمه ايه؟ ده باراتولايل سلفونيت، طالما اس او 3 اس او 3 يبقى سلفونيت، يبقى ده اسمه باراتولايل سلفونيت. ده ايه؟ تراي فلورو ميثايل سلفونيت، ده الكايل سلفونيت. طب ده اسمه ايه؟ ده اس او 4 يبقى اسمه سلفيت، اس او 4 يبقى ايه؟ سلفيت، الكايل سلفيت. المجموعات دي كلها يا جماعه جود ليفنج جروب. طيب افضلهم مين؟ سوبر ليفنج جروب اللي هي التريفليت، سوبر ليفنج جروب اللي هي مين؟ اللي هي التريفليت. مطلوب في الجميع ان هم يكون عندي جود ليفنج جروب. طيب يعني مثلا يا جماعه تنفع الاو اتش دي تبقى جود ليفنج جروب؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان الاو اتش هتطلع سترونج ايه؟ سترونج بيز. طب ازاي احول الاو اتش الى جود ليفنج جروب؟ اعمل لها بروتونيشن فبالتالي تبقى ميه فتبقى جود ليفنج جروب، الحاله دي اتحولت الى ايه؟ جود ليفنج جروب.
طيب ايه كمان هنا؟ لو احنا عايزين نرتب المجموعات دي مين افضل كجود ليفنج جروب؟ اهو ادي التراي فلوروميثايل سلفونيت جود ليفنج جروب ممتازه، افضل من الايودايد، افضل من الكلور، افضل من البرومايد، افضل من الكلورايد، افضل من الفلورايد، افضل من الايه؟ افضل من الاو اتش. يبقى ده هنقول لو قلنا مين في دول يتفاعل اسرع في الاس ان 2 رياكشن، سيادتك على طول فورا تقول ان ده يتفاعل اسرع في الاس ان 2 رياكشن، ده يتفاعل اسرع في الايه؟ في الاس ان 2 رياكشن. خلاص؟ طيب تعالوا مثلا مثال اخر، ينفع نقول يا جماعه ان الاتش يطلع في صوره هيدرايد انايون از ليفنج جروب؟ يعني النيوكليوفايل يعمل اتاك على الكربون تخرج الاتش از ليفنج جروب؟ اقول لك لا، لان الاتش ده عباره عن ايه؟ فيري سترونج بيز، فيري سترونج بيز. طيب ينفع اقول لك ان النيوكليوفايل تعمل اتاك على الكربون دي تخرج الميثايل جروب از ليفنج جروب؟ هتطلع ميثايل عليها نيجاتيف تشارج كربوناين فيري سترونج بيز. يبقى اذا الميثايل انايون او الكربوناين الهيدرايد انايون الاو اتش الهيدروكسيد ما ينفعش جود ليفنج جروب، ما تنفعش تبقى ليفنج جروب. ليه؟ لان هم عباره عن سترونج بيز، وبالتالي ما ينفعوش كجود ليفنج جروب، وبالتالي الرياكشن بتاعه ما يمشيش كده. خلاص؟ يبقى نيفر اكت از ليفنج جروبس، يبقى دول نيفر اكت از ليفنج جروبس. طيب عندي هنا فينيليك هالايد وفينايل هالايد، دول يا جماعه ما بيشتغلوش لا بالاس ان 1 ولا بالاس ان 2، ما بينفعوش. ليه؟ تعالى كده ناخدها ببساطه. في حاله الاس ان 1 انت محتاج ايه؟ محتاج ان السبستريت بتاعك الالكايل هالايد يحصل له ايونايزيشن ويطلع لي الايه؟ الكربوكاتاين، ويطلع الكربوكاتاين. طيب تعالوا نشوف هنا الهالوجين اتوم دي عليها لون بير، الهالوجين اتوم، الهالوجين اتوم دي عليها لون بير. طيب اللون بير اللي موجودين على الهالوجين اتوم دول مش ممكن يزيدوا دبل بوند؟ تتفك البوند على الكربون؟ اه صحيح. يبقى انا هحصل على ايه؟ هيبقى سي دبل بوند سي دبل بوند اكس. طب نفس الكلام هنا في الهالوجين، اللون بير تنزل تعمل دبل، تتفك البوند على الكربون دي صح؟ يبقى نحصل على ايه؟ كده هتبقى هنا في نيجاتيف تشارج، هنا في دبل بوند اكس عليها بوزيتيف تشارج، صح ولا لا؟ عليها بوزيتيف تشارج، عليها بوزيتيف تشارج، صحيح؟ يبقى كده في الحاله دي ده هنا في مشكله كبيره، ده البوند ما بقت بقت ما بين، ده البوند بقت ما بين الكربون والهالوجين، بقت دبل بوند، بقت ايه؟ بقت دبل بوند. دبل بوند كسرها سهل؟ لا كسرها بقى صعب. فهنا انت دلوقتي صعب جدا انك تكون الايه؟ انك تكون ستيبل كربوناين. يبقى صعب قوي انك تقدر تحضر لي او او تعمل لي تكون لي كربوكاتاين في الرياكشن بتاعي. يبقى اذا مش هيتكون. خلاص؟ طيب ادي قوي، يبقى كده مش هينفع يتفاعل بالاس ان 1 رياكشن. طب الاس ان 2 هنا عندك مشكله في الاس ان 2، الاس ان 2 بيقول ايه؟ بيقول انا عايز النيوكليوفايل يعمل اتاك من الباك سايد في الاوبزيت دايركشن. طب هنا دلوقتي سيادتك لو انا لاحظت، لو انا لاحظت، لو الله، طب انا لو لاحظت هنا هلاقي فين الجروب موجوده؟ هلاقي فين الجروب موجوده ورا الهالوجين؟ دي هتعمل لي، هتمنع الباك سايد اتاك بتاع النيوكليوفايل لانها هتعمل ستريك هندرنس. نفس الكلام الدبل بوند اللي موجوده هنا هتمنع الباك سايد اتاك بتاع النيوكليوفايل. يبقى اذا في حاله الاس ان 2 انت محتاج نيوكليوفايل، محتاج النيوكليوفايل يعمل اتاك، يعمل اتاك من الباك سايد. بس ده مش هيحصل. يعمل اتاك من الباك سايد بس ده برضو مش هيحصل. ليه؟ عشان الدبل بوند والفينل جروب هيعملوا ستريك هندرنس فيمنعوا الباك سايد اتاك بتاع النيوكليوفايل بتاعك. نعمل سمري بقى للموضوع دوت يا جماعه، للفاكتورز اللي هي بتاثر على الاس ان 1 والاس ان 2 رياكشن ريت. ده ملخص ايه؟ ملخص ليها، نقولهم سريعا كده. الاس ان 1 رياكشن بيحتاج تيرشري الكايل هالايد عشان يديني بوست ستيبل كربوكيتاين، تيرشري كربوكيتاين. الاس ان 2 محتاج حاجه ما تبقاش فيها بالكي، محتاج حاجه ما تبقاش عندها ستريك هندرنس، فالافضل يكون الميثيل افضل من البرايمري، افضل من السكندري، افضل من التيرشري. خلاص كده؟ يعني محتاج ريكوير 100 سبستريت. طيب الاس ان 1 رياكشن النيوكليوفايل ويك، نيوكليوفايل ماشي، ويك بيز ماشي، نيوترال موليكيول ماشي، مفيش مشكله، لان الريت ما بيعتمدش على الايه؟ النيوكليوفايل بتاعي. سولفوليسيس تشتغل في الرياكشن مفيش مشكله. طيب الاس ان 2 لا، محتاج سترونج بيز، محتاج سترونج لويس بيز، او محتاج سترونج نيوكليوفايل، ده ضروري جدا عشان يقدر يعمل اتاك، وضروري جدا ان انا ازود الكونسنتريشن بتاع النيوكليوفايل عشان خاطر ازود الريت بتاع الرياكشن ايه؟ بتاعي. خلاص؟ يبقى انا لما ازود الكونسنتريشن بتاع النيوكليوفايل ازود الريت بتاع الرياكشن بتاعي. السولفنت اللي انا محتاجه في حاله الاس ان 1 رياكشن محتاج ايه؟ الكحول او واتر، اللي هو
بولار بروتيك سولفنت، محتاج بولار بروتيك سولفنت، يعمل لي هيدروجين بوند مع النيكلوفايل فيضعفه شويه فما فيش مشكله فيسرع الريت بتاع الرياكشن بتاعي. الاس ان 2 محتاج بولار بروتيك سولفنت عشان ما يعمليش هيدروجين بوند مع النيكلوفايل وبالتالي يسرع الريت بتاع الرياكشن في حاله الاس ان 2، وده مثال عليه الدي ام اف الدايميثايل فورماميد او الدايميثايل سلفوكسيد اللي هو الدنس. الليفنج جروب مطلوبه بقى في الاثنين، يعني الاس ان 1 والاس ان 2 محتاجين الليفنج جروب اللي عندي تبقى جود ليفنج جروب، يعني الايودايد افضل من البرومايد، افضل من الكلورايد، افضل من الفلورايد فور بوث اس ان 1 واس ان 2 رياكشنز. طيب طبعا ما ننساش الجود ليفنج جروبس اللي احنا حكينا عليهم اللي هم مين؟ اللي هم الالكايل سلفونيت زي البارتولوين سلفونيت وزي الترايفلوروميثايل سلفونيت بالاضافه للالكايل سلفيت، وقلنا افضلهم هي مين؟ الترايفلوروميثايل سلفونيت اللي هي سوبر ليفنج جروب. وبكده يبقى احنا انتهينا من المحاضره الخامسه. المحاضرة الأخيرة إن شاء الله هنتكلم فيها عن الرياكشن، عن الإليمينيشن رياكشن اللي هم الـ E1 رياكشن والـ E2 رياكشن والفاكتورز أفكتنج والفاكتورز أفكتنج E1 و E2 رياكشن إن شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله، وموفقين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.